حياكم الله. العراق قبل اسمه بلاد ما بين النهرين، وهاي ما بين النهرين قصتها قصة، لأن هاي البلاد اللي ضمت بين حدودها مختلف الأديان والأعراق والهويات، وبقت الهوية الأولى لكل ذيك الشعوب تحت اسم ما بين النهرين. اليوم شعوب العراق الأصليين صاروا أقليات، وصارت حمايتهم من واجب الأغلبية، وهاي الأقوام اليوم بحاجة إلى خطوات فاعلة لدعم وحماية ثقافاتهم المحلية. أجمل ما بالعراق أنه يستمد حيويته من تنوع الثقافي والديني ومن تاريخه الغني بالتعددية، وهاي ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني، وخاصة إحنا بعد 3 أيام نحتفل سوية بأعياد الميلاد المجيد، وتبدي خيالات الأطفال ترسم فوق الغيم عربات سانتا كلوز أو بابا نويل، هاي العربات اللي تجرها الغزلان وتفتر الدنيا حتى تحقق أحلام الأطفال. وأطفال العراق اليوم يحلمون بالسلام والطمأنينة وتأمين الوطن اللي يتسع لأحلامهم وطموحاتهم. هواية أكلة الغربة من أرواحهم، وهواية اغتصبة أو اغتصب التعصب من هوياتهم، بس بقت الهوية العراقية اللي يفتخرون بيها هي الهوية الأولى عندهم. اليوم حماية الأقليات عنوان كبير ينقصه التطبيق في حديثي لهذه الليلة، لكن شوف هذا التقرير وأرجع لكم.